السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين متابعين مطبخ رامي في كل مكان. يا رب النهارده تكونوا بخير وصحه وسعاده. زي ما عودناكم الفتره اللي فاتت ان كل فتره هنحاول ان احنا نعمل حلقه من اكل المطاعم او اكل الشارع، النهارده هناخدكم وهنطير بيكم على احلى محل فطاير، هنعمل مع بعض الفطاير الشرقيه. طبعا احنا بنبقى موجودين عند الصنايعي او الشيف اللي بيبقى شغال، بنشوف الفطير نفسه بيهويه او بيرفعه، بنحس ان الطريقه بتكون صعبه، انما احنا النهارده هنحاول نعملها بطريقه سهله وبسيطه. هنتعلم مع بعض النهارده ان كل حاجه ممكن نقدر نعملها في المطبخ. هنعمل النهارده فطيره شرقيه، هنشوف العجينه بتتعمل ازاي واحده واحده، واحنا شغالين مع بعض هنبتدي نهوي الفطيره، نشوف بتتهوى ازاي ونشوف بترتاح ازاي. لو العجينه بيبقى فيها عرق نشوف بعد كده ممكن نتجنب العرق اللي بيكون موجود فيها ازاي. بجانب اللي احنا النهارده هنعمل اصناف كتيره مع بعض، هنعمل فطيره بالهوت دوج، هنعمل فطيره بالفراخ، هنعمل باللحمه المفرومه، وكمان هنعمل فطيره بالحلويات بالحلو اللي هو هنعمله بالسكر والشوكولاته. يبقى ده المنيو بتاعنا النهارده، هنعمل مع بعض الفطير الشرقي، هنعمله بكذا شكل حسب الحلقه ما هتساعد معانا. هنعمل 5 أو 6 فطاير، هنعمل بالهدوج، هنعمل بالسجق، باللحمه المفرومه زي ما احنا شايفين على الشاشه، كمان هنعمل بالفراخ، وهنعمل واحده شرقيه، وهنعمل كمان الحلو هيكون بالشوكولاته والسكر. طب نبتدي نشوف اول حاجه، انا عايز اشوف المقادير تنزل على الشاشه. لو نشوف العجينه بتتعمل مع بعض ازاي، انا عندي كيلو من الدقيق، وعندي رشه ملح واحده بس، وعندي كمان معلقة زيت. يبقى ده الانجريدينت الموجود عندي على الشاشة. انا عندي كيلو من الدقيق، عندي كمان معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الزيت، عندي 2 كوباية مية. ده الانجريدينت اللي احنا نشتغل بيه النهاردة، مفيش حاجة صعبة بالنسبة لنا لو احنا هنعمل فطير مع بعض. انا باخد اول حاجة رشة الملح، حاجة بسيطة، ما بزودش الملح لان احنا عارفين ان الملح ممكن في العجين بيعمل عرق معانا. وعندي سنة بتاعت زيت صغيرة عشان حسب نوع العجين. طبعا بتوع الفطائر اللي بيشتغلوا بيه في المحلات مش بيحطوا زيت خالص، انا بحط زيت عشان اسهل عليكم لو العجينة نشفت معايا، فالزيت بيخليه يكون طري شوية. احنا نحاول ندوب ده زي ما احنا ما شايفين كده، وزي ما قلت لكم في حلقات قبل كده اللي انا ما بنزلش، لو انا هشتغل بالدقيق ما بنزلش الكمية كلها، فبنزل جزء جزء واشوف انا محتاج قد ايه عشان العجين ما يمسكش مني او يسيب مني في نفس الوقت. احتجت ميه بنزل، او احتجت جزء من الدقيق ممكن انزل جزء من الدقيق، انما ما بنزلش المكونات كلها موجوده مع بعض. النهارده بقى عايز اشوف ستات البيوت الموجوده في البيت، عايز ابداع، عايز اوريكم العجينه النهارده هنعملها ازاي مع بعض. انا بالنسبه لي محدش علمهاني، انا شفتها بيعملوها ازاي. طبعا دخلت على النت وابتديت ان انا اشوف الفطيره بتتعمل ازاي، اتعلمتها من بدري. عايز اوصل لكم ان مفيش حاجه صعبه، يعني مش لازم حد يكون واقف جنبكم او يوريكم بتتمسك ازاي او بتتعمل ازاي، وانا اوريكم كل حاجه واحنا شغالين مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. احنا بنحتاج 2 كوباية من الميه بس، انا بنزل بجزء بسيط طبعا عشان انا بالنسبه لي حافظ المقادير، فممكن انزل بالازاز على طول، انما انتوا حاولوا اللي انتوا تشتغلوا بالمقادير، تحطوا 2 كوباية من الدقيق عليهم رشه من الملح، كمان معلقه من الزيت، وتحطوا كيلو الدقيق يكون جنبكم، ما تعملوش زي ما انا هعمله كده. انا بالنسبه لي عشان حافظ فبالنسبه لي سهل، اقدر ان انا اتحكم في العجينه زي ما انا عايز. نحاول نضرب كل المكونات زي ما احنا ما شايفين كده. طبعا العجينة احنا بنعملها على مراحل، هوريكم بتتعمل على مراحل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، مفيش حاجة صعبة. انا بالنسبة لي كده العجين ممكن اللي انا وصل للمرحلة ديت، ممكن بعد كده ابتدي اضربه على ايديا. احتاجت دقيق، ممكن ابتدي انزل واحدة واحدة، مبقاش في حاجة طبعا صعبة بالنسبة لنا، كل حاجة نقدر نعملها في البيت، حتى الفطير الشرقي الشيفات اللي بيهووه او بيلفوه في الهواء، كل حاجة احنا نقدر نعملها مع التدريب في البيت، مش هيكون حاجة صعبة خالص علينا. بصوا نحاول بقى نضرب كتير كده. انا بالنسبة لي مش هحتاج ان انا انزل العجين او الخليط اللي اعمله في مضرب، لان انا عندي كيلو بالظبط، فمش هحتاج ان انا ادخله في مضرب، وفي نفس الوقت حابب ان انا اضربه قدامكم على ايديا عشان تشوفوا نفس الخطوات اللي احنا هنعملها، وتبقى بالنسبة لكم بطريقة سهلة وبسيطة.
زي ما انتم شايفين كده، بحاول اضرب بالحته بتاعه الايد من هنا على اساس تطلع الفراغ بتاع الهواء بتاع العجين نفسه. وانا بالنسبه لي الحلقه ديت النهارده هي حلقه اقتصاديه. ليه اقتصاديه؟ لان من كيلو دقيق ممكن نعمل منها اصناف كتير، يعني ممكن نعمل حوالي 5 أو 6 فطائر، فهتعمل لي كميه كبيره من الفطائر. يعني انا ممكن لو حد بالنسبه لي زارني في البيت ممكن اعمل له فطائر شرقيه، ونعرف اللي هيجي لنا دوت اللي كل حاجه احنا عاملينها في البيت ما بقاش في حاجه صعبه. زي ما قلت لكم ببتدي افرك كده زي ما انتم شايفين، هي وصلت معايا للحجم اللي انتم شايفينه ده، وللسماكه اللي احنا شايفينها. العجينه لما دخل صباعي عشان اختبرها العجين ما بيلزقش في ايديا زي ما انتم شايفين كده، كده اعرف ان العجين بالنسبه لي مظبوط. ببتدي اقسط زي ما بيقولوا بالظبط الصناعيه او الشيفات، نقسط اللي هو ايه، نبتدي نقطع العجين في حجم واحد كله. في مرحله تانية للعجين زي ما قلت لكم، هي كذا مرحله. ده اسمه تقسيط اللي انا هعمله. هعمل ازاي؟ ابتدي اضرب بايديا زي ما احنا ما شايفين، احط العجينه كده في ايديا واحاول انا ادخل صوابع عليها كده، ونبتدي اللي انا الفها واضرب بالحته دي بايديا من هنا عشان اطلع منها الهواء بتاعها. ليه بعمل الكلام ده؟ لو ما عملتش الكلام ده لما اجي اهويها بالنسبه لها تتقطع معايا، مش هتكون مظبوطه. بعد كده ببتدي الفها من الحته المفتوحه اللي تحت ديت، لو كاميرا تبقى جايباها تمام، ابتدي ادوس عليها عشان ما اخليش من تحت يكون فيها فراغ. لو ما اتعملش بالخطوات اللي احنا شايفينها ديت مش هتتوه معايا. نكمل بقيته كده، نحاول احنا ندوس زي ما احنا ما شايفين، ونيجي من الجنب الحته المفتوحه اللي احنا شايفينها ديت، بخليها من الجنب وبحاول ان انا ادوس عليها وارجعها تاني عشان اشيل الفتحه الموجوده تحت ديت، اقطع كده زي ما احنا شايفين، واكمل اللي بعده. حاجه سهله وبسيطه، لو دربنا عليها في البيت هنعمل احسن فطائر، وكمان تنفع لاولادنا في المدارس او تنفع معانا لو احنا رايحين رحلات. كل الحاجات الجميله دي نقدر ان احنا نعملها في البيت، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اقتصاديه. نضرب كده كويس ونحاول ان احنا نشيل الحته الزايده ديت. شايفين العجينه نفسها ما فيهاش فتحه من تحت، الفتحه ديت هي اللي بتعمل فراغات او بتخلي الفطيره تتقطع معانا. نكمل بعد كده بقيه العجين اللي معايا، ونحاول نضرب كده زي ما احنا ما شفنا، نضغط عليه. نحاول نضرب على قد ما نقدر بايدينا على العجينه عشان زي ما قلت لكم نطلع الهوا منه. طيب دي كده اول مرحله. في مرحله ايه تاني اللي احنا ممكن نقدر نشوفها؟ انا لازم يكون عندي كميه بتاعت زيت، لازم العجين دوت عشان يرتاح معايا ويكون طري ويقدر يتفرد معايا. هعمل بنفس اللي انا ورولكو ده، انا بحط ايديا في زيت من هنا، لازم يكون في كميه بتاعت زيت في ايديا، وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض زي ما احنا ما شايفين كده، على اساس ان الزيت بيخدم على العجينه ويخليها طريه في نفس الوقت. نجيب تاني نحط العجين كده زي ما احنا ما شايفين، ونحاول ان احنا نقلب واحده واحده. شايفين العجين من تحت ما فيهوش اي فراغات او ما فيهوش اي فتحات تقدر تدخل هواء للعجينه. نبتدي نكمل الباقي زي ما احنا ما شايفين. طيب دي كده اول مرحله بالنسبه لي للعجين. هنعمل ايه بعد كده؟ العجين ده عشان ابتدي ان انا افرده ويكون مظبوط معايا او اقدر ان انا الفه زي ما هما بيقولوا، لازم العجين ده بيكون مرتاح اقل حاجه يكون 20 دقيقه. يعني لازم اخليه 20 دقيقه قدامي اغطيه لو عندي ستريتش او عندي كيس، اهم حاجه ما يخشلوش هواء. بعد 20 دقيقه اقدر ادخله الثلاجه، هياخد له حوالي ربع ساعه.
ليه بعمل الكلام ده كله؟ عشان العجينه لو فيها عرق تبتدي تبقى متظبطه معايا العجينه، وفي نفس الوقت العجينه كل ما ترتاح كل ما تتوه معايا. انا بالنسبه لي كده دي اول خطوه، انا بالنسبه لي خلصتها خلاص، عندي ستريتش، عندي كيس ببتدي ان انا اغلفها، واوريكم العجينه اللي انا عملتها قبل الحلقه كانت عامله ازاي. ده احنا عاملينه قبل الحلقه، ده بالنسبه لي اقدر اشتغله دلوقتي، ودوت اقدر ان انا الفه زي ما قلت لكم واحاول اخليه على جنب. اهم حاجه يبقى الكيس يطلع منه الفراغات كلها. نحاول بقى ننضف احنا شغالين على الرخامه، نحاول ما نخليش فيها اي حاجه من العجين خالص. ليه ما نخليش فيها اي حاجه من العجين؟ لو احنا جينا نفرد وفي حته طالعه حته نازله في الرخامه او حاجه مش نظيفه، هتبتدي تمسك في العجين ويتقطع معانا واحنا شغالين. انا بالنسبه لي كده جاهز، اللي ممكن ابدا في اول فتيره هنبتدي نشوف واحنا شغالين مع بعض بنعمل الفتير الجميل ده ازاي. عندي لازم اساسي الزيت، احنا نشوف هنحشي ايه الكلام ده كله. عندي بالفراخ زي ما قلت لكم، عندي باللحمه، وكمان هنعمل بالهوت دوج، وهنعمل ميكس بتاعت الجبن، هنعمل بحاجات كتير. اهم حاجه الرخامه بتاعتي لازم يكون عليها زيت، ولازم يكون العجينه زي ما قلت لكم يكون فيها جزء من الزيت. النشابه اللي انا هشتغل بيها لازم تكون متعاصه كده بالزيت، على اساس ما ينفعش يكون عليها دقيق، فلازم كل ده ناخد بالنا واحنا شغالين مع بعض. عندي الصينيه اللي انا ممكن اشتغل بيها ابتدي اجهزها على اساس ما تاخدش وقت معايا. الصواني كده ابتدي اظبطها على اساس ده مش هياخد معايا في الوقت في الفرد. طب هنعمل ازاي اول فتيره معانا؟ حابب بقى ان الكاميرا تبقى جايباها، انا بحاول ادوس عليها بالراحه زي ما احنا شايفين العجينه لينه جدا، نلفها لفه ونحاول نخلي الاطراف كلها تبقى حته واحده، يعني ما خليش من هنا يكون تخين ومن هنا يكون رفيع، لازم كلها تبقى سوا واحد. في بقى حركه هم بيعملوها ديت السر بتاع تهويه الفطير، انا عايز الكاميرا تبقى جايبه ايديا، انا بخلي ايديا عكس بعض، يعني بخلي الاربع صوابع دي يكونوا مفتوحين والاربع صوابع التانيين بيكونوا عكسها، بدخل الاربع صوابع من هنا والاربعه التانيه بمسكه من هنا، وببتدي ارفع بايدي اليمين وانزل بايدي الشمال اللي هو كده. نبتدي واحده واحده واحنا شغالين، انا عايز اعملها لكم بالتصوير البطيء عشان تشوفوها، في نفس الوقت انا ما بنزلهاش في حته واحده، يعني بمسك من هنا اول ما انزلها باخد الايد دي مكان الايد دي، وبعد كده اكمل لف تاني زي ما احنا مش شايفين كده مع بعض واحده واحده. نحاول نلفها تاني، شايفين بطريقه سهله وبسيطه. احنا بالنسبه لنا عشان مش متدربين في البيت احنا ممكن لفتين او ثلاثه، ممكن بعد كده نبتدي ان احنا نفردها بايدينا زي ما احنا مش شايفين لو احنا مش متدربين عشان ما تتقطعش معانا، حتى لو اتقطعت العجينه طريه ممكن تتعالج. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم العجينه كل ما ترتاح كل ما بالنسبه لي هكون سهله وبسيطه، يعني انا ممكن ما افردهاش على الهواء، ممكن افرد كل ده بالنشابه فردتين ثلاثه وبعد كده ابتدي اخد بايديا واشدها زي ما احنا ما شايفين، يعني بالنسبه لي سهله وبسيطه وما فيش اي مشكله فيها. طب حاجه زي دي مثلا اللي اتقطعت مثلا زي ديت او اتقطعت من هنا، كل ده بالنسبه لي مش هيكون فيه عيب، لان انا بلم العجين زي ما احنا ما شايفين كده وابتدي المه من هنا، فده خلاص بقى البطن بتاعه، يعني حتى لو اتقطع معانا بالنسبه لي مش هيكون فيه مشكله. عندي حشو ممكن اعمله ايه النهارده؟ انا عندي جبنه شيدر، نبتدي نحط كده جبنه شيدر، في شويه جبنه موتزاريلا، عندي كمان نخلي اول واحده هنعملها النهارده بالهوت دوج، عندي الهوت دوج اسكندراني بما ان الفطير الشرقي احنا عارفين ان هو اسكندراني، نبتدي نوزع كده زي ما احنا ما شايفين. عندي شويه فلفل الوان، نبتدي نخلي نوزع كل الانجريديان ده موجود مع بعض، معاهم كمان شويه زيتون حلوين. يبقى احنا كده شفنا الحشوه عملناها مع بعض ازاي،
انا لو حابب اتقل الفطيره او ما تبقاش خفيفه معايا، لو حبيت ان انا اكسر بيضه مع الانجريدينت او مع المكونات ديت ممكن نكسرها. طب هنلف الحاجات دي كلها مع بعض ازاي؟ ببتدي اخد الطرف كده زي ما احنا ما شايفين، وبنزل في نهايه اخر حاجه موجوده معايا من الحاجات اللي انا حطيتها، وبلف بعد كده ده عليه، وبعد كده ببتدي اطبقه زي ما بيقولوا بالظبط. انا بديكم المصطلحات بتاعه الشيف او الصنايعي اللي بيكون شغال فطير. انا عندي بالنسبه لي كده خلاص بقت جاهزه، تمام. احنا هنحط كده، انا بالنسبه لي كده بقت جاهزه، ادخلها الفرن. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض ونشوف هنتعلم احلى فطير النهارده. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شوفنا قبل الفاصل عملنا احلى فطيره، دلوقتي هنخش مع بعض فطيره تانية. الهدف النهارده من الفطائر اللي انا عايز اعلمكم الفطير بيتعمل مع بعض ازاي في البيت، نقدر بطريقه سهله وبسيطه ان احنا نعمل الكلام دوت من غير ما ننزل محلات او نشتري فطير. عندي واحده تانية ممكن ابتدي اعملها، زي ما قلت لكم النهارده احنا عاملين مهرجان الفطير، نبتدي نهويها مع بعض بالراحه واحنا شغالين واحده واحده. زي ما قلت لكم اللي انا بحاول اخلي الطرف بتاع النشابه اللي انا شغال بيها تمشي عليها كلها، مش مجرد النص او البطن بس زي ما احنا ما شايفين كده. نبتدي تاني نرجع نشوف هنمسك ازاي. عندي الاربع صوابع انا خليتهم مفرودين، وعندي اربع صوابع تانيين زي ما احنا ما شايفين. ببتدي ارفع باليمين وبعد كده انزلها بالشمال، نعمل ازاي مع بعض؟ ادي زي ما احنا ما شايفين كده، نبتدي نهوي واحدة واحدة نرفع. بصوا انا عاملها لكم بالتصوير البطيء عشان نشوف، بصوا اهي بطريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة جدا نقدر نعمل الكلام ده كله. انا عشان ما تتعش مني، بالنسبه لي انا كمستجد او جديد في الفطير ممكن اخلي الحجم اللي احنا شايفينه دوت، وبعد كده ابتدي افردها بايديا زي ما انا ما قلت لكم. مفيش حاجه صعبه خالص، كل حاجه سهله وبسيطه نقدر نعملها. شايفين نفرد كده على قد ما نقدر، العجينه طريه جدا جدا، نقدر نستخدم العجينه ديت لو حبينا ان احنا نعمل جلاش او رقاق في البيت نقدر ان احنا نشتغلها. طبعا احنا عارفين ان العجين ما بياخدش وقت في الفرن، فنبص عليه على طول. طيب اللي طلع ده انا ممكن ابتدي اعمله ازاي؟ انزله على طول الظهر كده، زي ما احنا شايفين كده نزل، قلبناه الناحية التانية على طول. نحاول نخلي الفرن واطي شوية عشان ما يسخنش معانا قوي. طيب اللي احنا عملناها ديت هنحشيها ايه المرة دي؟ عندي الحشوات زي ما قلت لكم، عندي فراخ، عندي لحمة، عندي هوت دوج، عندي سجق، كل الحاجات دي اقدر اعملها بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هتطلع معانا السجق الشرقي، نبتدي نطبق تاني زي ما اوريكم. ادي اول واحده اهي، ابتدي ان انا ادوس عليها زي ما احنا ما شايفين، تمام. عندي بقى تاني ممكن نحشي ديت فراخ، ادي شويه الجبنه الشيدر مع شويه جبنه الموتزاريلا. المقادير على الشاشه يا ريت تنزل. الحشوه السجق احنا خلاص عملناها، انا عايز حشوه الفراخ. حشوة الفراخ لو تنزل، هي نفس الانجريديان كله، عندي فلفل الوان، عندي بيض، جبنة شيدر، عندي جبنة موتزاريلا. ناخد دقيقة بالظبط ونبتدي نطلع الحشوة اللي احنا شفناها ديت. لو نرجع تاني عشان نكمل مع بعض، انا بالنسبه لي كده حطيت الهوت دوج وحطيت حطيت الفراخ وحطيت الزيتون وحطيت الجبن وكمان معاهم شويه فلفل الوان. ممكن اجيب طبق اقدم عليه اول فطيره لو نشوف، زي ما قلت لكم ما بياخدش وقت في الفرن خالص.
طلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. دي كانت اول فطيرة موجودة معانا، هنقطعها دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. ادي المكونات اللي احنا شفناها، حطينا الفراخ وكمان الزيتون، فلفل الوان. نبتدي نطبق زي ما احنا ما بنقول في المحلات، نجيب الطبقة ديت وندخل عليها الطبقة الجميلة دي ونبتدي نلفه زي ما احنا ما شايفين كده. عندي صينية تاني، ابتدي ان انا اديها لمعة كده جميلة عشان ما تلزقش معايا، ونخش على الفطيرة اللي بعد كده. احنا بنطبقها ازاي او بنشيلها ازاي؟ بجيب ده على ده، مش هيلزق فيها خالص، ببتدي ان انا انزلها في الصينية كده، وبعد كده افردها واسويها على قد الصينية بالظبط عشان تطلع معايا شكل البيتزاية او تكون مدورة زي ما انا عايز. زي ما احنا ما شايفينها كده، لو عندي حتة كده زي ما احنا ما شايفينها بيكون منفوخة، نبتدي نطلع منها الهواء كده، يعني نبتدي نفتحها فتحات بسيطة عشان ما تتنفخش معانا او ممكن تتحرق معانا في الفرن واحنا شغالين مع بعض. ادي دي كانت تاني فطيرة، ممكن نبتدي نعمل تاني فطيرة مع بعض واحنا شغالين. زي ما قلت لكم الهدف النهاردة اللي احنا بنعمل فطير كتير ايه، اللي انا عايز اوريكم مع التكرار هتتعلموا احلى الفطير ده بيتعمل ازاي او بيتهوى ازاي. انا حابب ان انا اخليكم كلكم في البيت تقدروا ان انتوا تهووا الفطير او تلفوه زي ما احنا بنلفه بالظبط. عندي كمان واحدة ممكن ديت نعملها باللحمة، مع التكرار اكيد هتتعلموها في البيت وهتعرفوا ان انتوا تعملوها زي ما احنا ما بنعملها. نبتدي نفرك كده، نحاول نخلي النشابة تمشي على كل الأطراف، يعني ما تبقاش حتة وحتة عشان ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. نرجع تاني للكاميرا، يا ريت تجيب، ادي ايديا اهي، نحط الأربع صوابع زي ما احنا ما شايفين والأربع صوابع التانيين موجودين تحت، ونبتدي لو الكاميرا تجيبها وهي بتلف كلها فوق عشان تبقى باينة. أيوة كده شايفين، واحدة واحدة بنزل وباخد مكان الإيد ديت، بلف الإيد التانية اهي بطريقة سهلة وبسيطة جدا نقدر اللي احنا نعملها في البيت. زي ما قلت لكم لو في البداية ممكن نهويها مرة او مرتين، لو احنا جربناها واتقطعت مننا مفيش مشكلة، احنا ممكن بالنشابة نشتغلها وبعد كده نبتدي نفردها، نحاول نطلع الهوا زي ما انتم شايفين كده الهوا، بصوا بيطلع منها. اي حد عنده في المطبخ رخامة في البيت يقدر ان يجربها بطريقة سهلة. المقادير بتاعتها زي ما احنا ما قلنا، عندي كيلو دقيق وكمان رشة بتاعت ملح وكمان معلقة زيت واحدة عشان تخلي العجينة بالنسبة لي طرية. ولازم نخلي بالنا من اللي في الفرن، بصوا الوش انا حابب الكاميرا تبقى جايباها، الوش بيكون لونه عامل ازاي، يعني بالظبط خد حوالي دقيقة ونص في الفرن ودقيقتين، بالنسبة لي مش هياخد وقت خالص. ببتدي بالرخامة اقلبها على ظهرها، مش هتلزق معايا خالص، ونبتدي نلفها ننزلها تاني زي ما احنا ما شايفين كده. دي كده بالنسبه لي ادخلها الفرن تاخد 3 دقايق وتطلع تبقى زي الفل. طيب نبتدي نعمل دي ايه، هنعملها باللحمه المفرومه. عندي نطبق تاني العجين زي ما احنا ما شايفين، تمام. انا لو حبيت ان انا اغير شويه اتستها من جوه، عندي كاتشب معايا روزماري ومع زعتر فريش، ممكن اللي احنا نعمله بالشكل الجميل ده لو احنا حابين اللي احنا نطعم الفطيره او نخليها ليها طعم مميز. دي ايه هي الصلصه ديت؟ زي صلصه البيتزا؟ لا انا حابب ان انا اعملها كاتشب، انا كنت ممكن اعمل الدريس بتاع البيتزا بس انا حبيت ان انا اطعم شويه. انا يا دوب بس حطيت الكاتشب اللي انتوا شايفينه دوت، ومعاه كمان شويه زعتر مع
روزماري مجرد بس اللي بيديني طعم مش اكتر من كده. انا لو حبيت ان انا اعملها بصوص البيتزا ممكن اعملها بصوص البيتزا عادي مفيش مشكله. اقول لكم احنا شغالين مع بعض صوص البيتزا برضو بتعمل ازاي. ادي الجبنه، يبقى احنا عملنا ديت بصوص غير اللي احنا عملناه اللي فات دوت، شويه فلفل الوان، شويه جبنه شيدر، المكونات المتوفره عندي في البيت. حبيت ان انا اعمل بالبيض والبسطرمه زي ما انا عايز، كل حاجه اقدر اجهزها مفيش مشكله. تمام، نرجع المقادير على الشاشه لو تنزل. الفطيره اللي احنا عملناها انا عندي كانت الحشوه بتاعتها لحمه مفرومه طبعا، معصجها مع بصلايه مع شويه فلفل اسود وملح. عصقت اللحمه، خدت معلقه كاتشب برضك عشان ابتدي اطعمها. عندي فلفل الوان، ده بالنسبه للحشوه، جبنه شيدر، عندي جبنه موتزاريلا وكمان زيتون لو انا حبيت. زي ما قلت لكم الانجريديان موجود عندي في البيت اقدر اعمله، مفيش فلفل الوان، في فلفل بس. حبيت ان انا احط طماطم، اي حاجه انا حاببها اقدر احطها، حاجه مش حاببها ممكن اشيلها على طول. نرجع تاني، عندي صينيه، ابتدي اجيب الزيت وابتدي ان انا ألمعها كده تلميعة عشان ما تلزقش معايا. زي ما قلت لكم النهارده مهرجان الفطير، كله هياكل فطير وكله هيكون مبسوط النهارده. زي ما احنا ما شايفين كده اهي، نبتدي اللي احنا ندخلها على الصينية ونحاول ندوس بإيدينا على أساس إن هي تكون كلها حجم واحد. نبتدي نقطع كده من فوق حاجة بسيطة عشان الهواء بتاعها، وممكن تكون الفطيرة اللي جوه كمان جاهزة ممكن نطلعها على طول. نطلع فطيرة وندخل فطيرة، بالنسبة لنا سهلة مبقاش حاجة صعبة خالص. وزي ما قلت لكم احنا ممكن نستغنى عن المحلات خالص ونعمل الحاجات دي كلها واحنا موجودين في البيت. شايفين اللون وشايفين الجمال والحلاوة عاملة ازاي. انا بالنسبة لي كده فطيرة جميلة جاهزة، عندي واحدة بالسجق وعندي كمان واحدة بالفراخ، وعملنا واحدة باللحمة المفرومة. نطلع وبعد كده نقطع الفطائر اللي احنا نعملها مع بعض. طيب نعمل فطيرة ايه دلوقتي؟ ممكن نعمل بقى واحدة شرقية شرقية زي ما بيقولوا، يعني هنحط كل المكونات من فوق. طب ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية الفطائر. فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل الفطائر الجميلة اتعملت ازاي، هنعمل دلوقتي واحدة هنعملها حلوة. زي ما قلت لكم النشابة لازم تكون عليها زيت. نبتدي نفرد بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا ما شايفين كده. اتفضلي. المقادير زي ما احنا شايفينها كده على الشاشة، الفطيرة حلوة هنعملها سكر بودرة وموز وشوكولاتة مش أكتر من كده. لو نرجع تاني يلا عشان نبتدي نشوف الفطيرة بنهويها ازاي أو بنلفها ازاي. شايفين زي ما احنا بنشتغل واحدة واحدة اهي، قدرنا اللي احنا بعد كده نشتغلها بقت سهله بالنسبه لنا. عايزين نلفها لفه لفتين في الهواء براحتنا، كل حاجه بقت سهله بالنسبه لنا نقدر اللي احنا نعملها مفيش مشكله خالص واحنا شغالين مع بعض. قطعه زياديه بالنسبه لي لو حبيت ان انا اعالجها ازاي، زي ما قلت لكم مفيش حاجه صعبه اقدر اعالج كل حاجه لان العجينه نفسها لينه. طيب ابتدي اجيب من عند الحته المقطوعه، انا بوريكم العلاج بتاعي بيكون عامل ازاي، وابتدي اضم دي عليها، الف دي كده زي ما احنا ما شايفين، واحاول اخلي دي كده. عندي صينية تانية ابتدي ان انا ازيتها، اهم حاجة ما يكونش فيها مية خالص الصينية اللي انا اشتغل بيها، عشان لو فيها نقطة مية بالنسبة لي هبوظ العجين. ديت انا مش هحشي فيها حاجة، الحشوة هتكون موجودة من بره، فخليها زي ما احنا قلنا كده، نخلي الحشوة من بره. ديت اللي باللحمة،
عندي سكينة ممكن ابتدي ان انا اقطعها، ما عنديش قطعة البيتزا ما فيش مشكلة، كل حاجة زي ما بقول لكم متوفر في البيت اقدر اشتغل بيه على طول. عندي شوية كاتشب حلوين عشان عارفين طبعا الاولاد بيحبوا كاتشب، زي ما قلت لكم النهارده مهرجان الفطير. طيب نعمل واحده بقى شرقي زي اللي بيعملوها في اسكندريه بالظبط، نعملها مع بعض ازاي. عندي شويه الزيت الحلوين اللي احنا بنعملهم كل مره، طبعا احنا بنشوف بتوع الفطير بيفضلوا يخبطوا عليها، بيخبطوا عليها كده ليه بصراحه انا مش عارف، هم ممكن يكون الهدف ان هم يفردوها، انا مش حابب ان انا اخبطها عشان الدوشه. كده زي الفل معايا. ابتدي الفها كده، شايفين سهلة وبسيطة ازاي. بعد كده ابتدي افرد واحدة واحدة، عايز افردها اكبر من كده اقدر افردها، وزي ما قلت لكم لو اتقطعت بالنسبة لي مش عقبة، اقدر اعالج من عند الحتة المقطوعة ابتدي ان انا اضمها وانزل بالحتة التانية عليها عشان اتقل النص الموجود هنا. تمام، ممكن انا حابب ان انا اعملها ديت بالبيض، هنعملها ازاي مع بعض. ادي بيضاية اكسرها هنا في النص، ابتدي اضربها كده بايديا. عندي شوية ملح عشان تديني تيست حلو، وعندي شوية فلفل الوان، سنة بتاعت طماطم، في طبعا ناس بتحب البيض في الفطير، وزي ما قلت لكم اللي انتوا تحبوه اشتغلوه على طول. وادي شويه جبنه شيدر حلوين مع شويه، دي كانت بصراحه عايزه شويه بسطرمه هتخلي الفطيره اللي احنا بنعملها ديت كانت هتبقى حكايه. اخر حاجه موجوده معايا ابتدي ان انا زي ما قلت لكم لو في ميه ابتدي ان انا شافه خالص من الميه بتاعتها، وادخل اخر فطيرة هنعملها مع بعض النهاردة. زي ما انتم ما شفتوا كيلو دي عملنا منه كمية كبيرة بتاعة، حتى انا ما كملتش بقية العجين زي ما انتم شايفينه، نقدر نعمل 5 فطاير 10 15 زي ما احنا ما حابين. انا ممكن دلوقتي اطلع الفطيرة الحلوة، طبعا انا مش هقلبها الناحية التانية لان كانت خفيفة فبالنسبة لي خدت الوش بسرعة من فوق ومن تحت. ابتدي اخد العجينة الجميلة اللي احنا شفناها ديت، هنعملها ازاي ديت مع بعض. ابتدي ان انا عندي شوكولاتة، عندي معلقة كده ابتدي اوزع الشوكولاتة عليها، بعد ما اوزع الشوكولاتة ممكن ابتدي ان انا اقطعها، اجيب بس السكينة نضيفة غير اللي انا قطعت بيها، وابتدي ان انا اقطعها كده مربعات. تمام، عندي سكر بودر ابتدي ان انا انزل عليه بسكر بودر، الكمية اللي احنا حابينها. نجيب كمان موزاية جميلة بما ان نعملها بالفواكه، ونبتدي نقطع شرائح زي ما احنا محابين. واحنا شغالين عيننا على الفرن دايما، نبتدي نطلع ونقلب ونشغل مع بعض. زي ما قلت لكم بالظبط الحلقة بتاعتنا ساعة الا ربع، نقدر نعمل فيها كمية
كمية حلوة أو كمية محترمة زي ما احنا ما بنقول. ادي العجينة زي ما احنا شايفين خدت وش جميل، نقلبه على طول وندخل في الفرن ونشوف اللي بعده. نجيب كمان الموزية ديت، نبتدي نقطع حابين بقى اللي احنا نعمل، ممكن نعمله او بنشوف في المحلات بيكون عنده الحلو بيعمله بالكاستر، وفي بنشوف كمان بيتعمل بالمهلبية. كل دي طرق بيعملوها بتوع الحلويات الشرقية. دي كانت الفطيرة الحلوة. زي ما قلت لكم، زي ما البرنامج ما بيساعد معايا، ممكن اقدر اعمل فطائر كمان كتيرة. عندي طبق ممكن اقدم فيه اخر فطيرة. زي ما انتم شايفين انا عندي من الكيلو ما خدتش الكمية كلها، عملنا الاصناف اللي احنا شفناها، عملنا بالهدوج وكمان باللحمة وكمان بالفراخ وعملنا كمان الحلوة. كده ناقص عندي الفطيرة اللي بالبيض، تاخد لها بالظبط دقيقة وبالنسبة لها تبقى جاهزة. طب لو حد ما كانش متابع معانا وحابب ان يعرف العجينة بتاعت الفطير كانت بتعمل ازاي، احنا قلنا الكيلو الدقيق بيكون عليه معلقة واحدة بتاعت زيت. طبعا الفطائر مش بيشتغلوا بالزيت بتوع الفطير. ليه مش بيشتغلوا؟ ان متعودين على العجينة. انا بالنسبة لي مش متأكد بالظبط من العجينة يكون فيها عرق ولا لا، او حسب نوع الدقيق. فبالنسبة لي هعمل ايه؟ احط على كيلو دقيق احط معلقه واحده بتاعه زيت، على اساس ان يكون العجينه تكون لينه معايا زي ما انتم شفتوا. انا حبيت ان انا لينه عشان اقدر اوريكم بتتفرد ازاي، او نقدر نلفها ازاي. في نفس الوقت هتاخد رشه بتاعه ملح واحده. الملح لو زاد معايا في العجينه هيبتدي يشد معايا وممكن يقطع العجينه. فالانجريديان المظبوط هنقول ايه؟ هنقول كيلو من الدقيق معاه معلقه واحده بتاعه زيت كبيره، نقول كمان رشه ملح صغيره، يعني نقول اقل من ربع نص معلقه بتاعه ملح. نضرب كل الانجريديا ده مع بعض وشفنا ابتدينا اللي احنا نعجنه ازاي. قلت لكم لازم نعمل اختبار للعجينه نفسها. انا احط صباعي في العجين، لو لزق صباعي في العجين كده يبقى العجينه لسه محتاجه ان انا اخدم عليها. يعني اخدم عليها ان انا ابتدي اضربها تاني، محتاجه دقيق او محتاجه سنه بتاعت ميه، اقدر اعمل الكلام ده كله. وشفنا بعد كده العجين ابتدينا اللي احنا نمردنه ازاي. يعني ابتديت امسك العجين احطه في ايديا في الزيت، ابتدي اقلبه الاثنين مع بعض عشان يطلع بشكل حلو، وفي نفس الوقت هيكون سهل وبسيط لو انا حبيت ان انا افرده. دي كانت اخر واحده معايا النهارده. نبتدي نقطعها. زي ما قلت لكم انا كنت حابب ان يكون في بسطرمه، كانت هتبقى طعمها حكايه. احنا عارفين البيض والبسطرمه بيكونوا حلوين جدا مع بعض. تمام. جالنا سؤال دلوقتي، القشطه الكدابه لو احنا حابين ان احنا نعملها في البيت نقدر نعملها ازاي؟ احنا بنشتغلها باللبن. بنشتغل كمان بنحط مع القشطه، يعني انا ممكن اجيب مثلا كوبايتين من اللبن بحط عليهم بالظبط معلقه واحده من القشطه. طب بضرب كله مع بعض ازاي؟ بخلي اللبن ان يغلي وبديله كمان ممكن ندي سنه صغيره بتاعت خل، ممكن ندي مثلا عصره ليمونه صغيره، وبعد كده نضرب كل الكلام ده كله مع بعض. بعد ما اللبن ما بيرتاح بنديله سنه بتاعت قشطه ونبتدي ننزل. لو انا عندي نشا ممكن ابتدي اشتغل النشا، بضرب معلقه واحده بس على كوبايتين، معلقه نشا واحده مع كوبايتين من اللبن، اضرب كله مع بعض لحد ما يبتدي كله يتجانس مع بعض. دي اخر فطيره كانت موجوده معانا. تمام، دي كده الفطار اللي احنا عملناها. عملنا مع بعض زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله السفرة بتاعتنا النهاردة شكلها جميل. عملنا فطيرة بالسجق الاسكندراني، عملنا فطيرة بالفراخ، عملنا فطيرة باللحمة المفرومة، وعملنا كمان
بالموز، لو احنا حابين اللي احنا نعمله بالكاستر من جوه بنعمله ازاي؟ انا عندي كوبايتين من اللبن، ابتدي اسيبهم على النار، وبعد كده انزل بمعلقه كاستر واحده كبيره، بخليه افضل اقلب فيه على نار هاديه على اساس انه يبقى متماسك. مش حابب ان يكون الكاستر اللي انا نازله يكون كميته كبيره او النشا يكون كميته كبيره. ليه؟ عشان ما يجي يخش في الفرن ياخد سوا مع الفطير من جوه هيبتدي اللي هو يكلكع معايا. فانا بخلي كوبايتين من اللبن عليهم معلقه كاستر واحده، بقلب كله مع بعض على نار هاديه لحد ما يتقل معايا. بعد كده لما يرتاح او بعد ما يبرد ممكن اقدر ان انا اشتغله. بعد ما بهوي الفطيره، بالنسبه لي لو انا حبيت ان انا احشيه من جوه ازاي او من بره ازاي، لازم يكون بارد زي ما قلت لكم، بدي مسحه واحده بس من جوه، وبعد كده بروح قافل الفطير او اطبقه زي ما احنا ما بنقول، ندخله الفرن نطلعه تاني بعد ما ياخد الوشين. ممكن الطبقه اللي فوق مكان ما انا ما عملت الشوكولاته زي ما انتم ما شايفين، ممكن ابتدي ان انا اعمل بكاستر الطبقه بتاعت الكاستر، وبعد الطبقه بتاعت الكاستر لو انا عندي عسل ابيض حبيت ان انا احط عليه، لو انا عندي شوكولاته، لو انا عندي جوز الهند. ده بالنسبه لي كله سهل ان انا اقدر اشتغل حلويات. الحلو بتاعكم في البيت تقدروا تشتغلوه زي ما انتم عايزين، حابين انتم تدخلوا فراوله، حابين انتم تدخلوا فواكه في الفطير، زي ما قلت لكم نقدر نشتغله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. انا عن نفسي ضربت في البيت. لو احنا بالنسبه لنا العجينه تبقى سهله، لو عندي فوطه زي ديت موجوده في البيت اقدر ان انا اتدرب عليها، ابتدي امسكها بايديا زي ما انا اوريكم، وامسك دي من هنا وابتدي ارفع وابتدي الفها بالظبط، ممكن في يوم او في يومين ابتدي ان انا اتدرب عليها. ممكن بعد كده يكون عندي عجينه، لو انا مش حابب اشتغل بالعجينه بتاعت الفطير عشان طريه زي ما انتم شايفين، عارفين طبعا اللي هي عشان ميه وملح وزيت بس بيكون طريه، ممكن اتدرب بالفوطه زي ما احنا ما قلنا. وبعد كده ممكن ان انا اعمل عجينه البيتزا، اخد حته منها عشان عارفين عجينه البيتزا بتبقى تقيله شويه، اقدر اشتغل واحده واحده. في يومين بالظبط او 3 ايام هكون اشطر من الصنايعي الموجود في المحلات او الشيف اللي بيكون شغال في المحلات. كل حاجه سهله بالنسبه لنا، كل حاجه بسيطه، حابين ان احنا نوريكم كل الحاجات دي واحنا موجودين في البيت. دي كانت الحلقه بتاعتنا، ونشوفكم في حلقه تانية، والسلام عليكم.